الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع العقيدة السفارينية، نسأل الله للرفع لها أن ينفع بها، ونسأل الله لفي عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الكلام على العقيدة السفارينية في قوله: فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته سبحانه جل في علا. قال: فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. قال: فلا يحيط علمنا بذاته سبحانه جل في علا. هذا تفسير لما قاله ابتداء في قوله تعالى عن أن يحد، تعالى عن أن يحد. فالحق بأنه بدأ المصنف في التفسير بقوله: فلا يحيط علمنا بذاته سبحانه جل في علا. فذات الله جل في علا يستحيل أن يحاط بها، وقد بين الله جل في علا أنه لا يستطيع الإنسان أن يدرك الله بالبصر إدراكا تاما، إحاطة تامة، لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. فكيف من باب العلم؟ قال الله جل في علا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، لا يحاط، كما قال الله تعالى: ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو الآن الاستبعاد في إحاطة ذات الله جل في علا، أولا بأن الله تعالى نفى الإحاطة به بصرا، ونفى الإحاطة به علما، ونفى الإحاطة بشيء من علمه سبحانه جل في علا، الإحاطة بشيء من صفاته سبحانه جل في علا. فقال الله جل في علا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مع أنه قد ثبت في السنة رؤية الله جل في علا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم كما ترون الشمس رابعة النهار ليس دونها سحاب. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يرى يوم القيامة، عندما قال: ما بين جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة وآنيتهما ما فيهما، وما بين القوم من أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء سبحانه جل في علا على وجهه. فالغرض المقصود بأن رؤية الله جل في علا مع ثبوتها لا يحدث الإدراك، نفاه الله جل في علا. قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأيضا قال الله جل في علا: ولا يحيطون به علما. شوف، الله أعظم وأكبر وأجل سبحانه جل في علا، فالرؤية لا يمكن الإدراك بها، وأيضا لا نحيط بالله علما سبحانه جل في علا، كما قال: ولا يحيطون به علما. وأيضا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، بصفة من صفاته سبحانه جل في علا. لذلك فأنت إن رأيت علبا، بأن الله خلق خلقا لا يستطيع الإنسان أن يكيف صفات هذا المخلوق، ولا أن يحيط بهذا المخلوق علما بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى خديجة رضي الله عنها أرضاها وقال: زملوني، يقول: رأيت الملك الذي كان يأتيني في غار حراء على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. لذلك رعب النبي سلم وقال: زملوني، وهو يقول بأن جبريل خلقه الله تعالى له 600 جناح. 600 جناح، هل يستطيع أحد أن يصف جناحا واحدة؟ نحن لا نحيط بملك من الملائكة علما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك عن ملك عن ملك عن 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 ملك
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام أو مسيرة كذا وكذا في خفقان الطير. وهذا وصف لبعض الملائكة الذين هم عباد الله جل في علا. لما تكلم الله جل في علا على مجالس العلم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وما جلس قوم مجلسا قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وفي روايه قال: تضع الملائكه اجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله في علاه ان يتم عليك الشفاء الاخت حسبي الله. نسال الله ان يتم عليك الشفاء وان يلبسك ثوب الصحه والعافيه وان يجعل ذلك في موازين حسناتك. ما رأيناك إلا حريصة جدا على الطلب، وتخلفك هذا وإن كان أزعجنا لكن هذا فيه لك الأجر. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. الغرض المقصود ما زلنا مع الكلام على أننا لا نستطيع أن نكيف ولا أن نحيط بخلق من خلق الله جل في علاه بحال من الحوال. القبر نفسه ما أحد استطاع أن يحيط به. وأما الكلام على صعود القمر وعروج القمر، حتى لو قلنا بعروج القمر أو أنهم صعدوا إلى القمر لا يحيطون به علما. وأيضا السماوات السبع بمراميها الشاسعة، الأراضين السبع بمراميها الشاسعة، هذه الأنهار والبحار والمحيطات، هل أحاط أحد بها علما؟ هل أحاط بهم علما؟ لا، ما تجد ذلك بحال من الأحوال. وهذا خلق من خلق الله جل في علاه. وكما قلنا الملائكة عظيم خلق الله جل في علاه. في الملائكة يرى الإنسان ما يستطيع بحال من الأحوال أن يفكر أو يعني يرمي بذهنه على صفات الله جل في علاه. الغرض المقصود بأنه خلق الله جل في علاه لا يستطيع المرء أن يحيط به علما، ولا أن يستطيع أن يصل بذهنه ويرمي بذهنه إلى التكييف خلق من خلق الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن الملائكة: أطت السماء وحق لها أن تطئ ما بين إصبع وأخرى إلا وملك ساجد أو راكع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة: النار يؤتى بها يوم القيامة يجرها لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. كل هذا من الله جل في علاه إظهارا لعظيم ربوبيته. ونحن لا نستطيع أن نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط بخلق الله جل في علاه علما، فكيف بالله جل في علاه؟ لذلك ثبتت الأثار: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة سبحانه جل في علاه، لا سيما أنه الذي قال: ليس كمثله شيء. وقال الله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: نستشفع بك على الله في علاه ونستشفع بالله عليك، قال: أتدري ما الله؟ فالأصل في هذا الباب أنه لا يستطيع أحد أن يحيط علما بالله جل في علاه ولا بصفة من صفاته. ومن تألى على الله وتكلم في مثل هذا قد وقع فيما ينكر عليه به. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد قال الله جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله تعالى حرم أن تقول بما لا تعلم في أمور الشرع، فكيف بأمور الغيب؟ قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الغرض المقصود بأن الإحاطة بالله جل في علاه علما لا يمكن لأي بشر بحال من الأحوال، حتى الأنبياء. وإلا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه على الراجح الصحيح، وأنه أيضا بأنه لا يستطيع وصف صفة من صفات الله جل في علا. لذلك قال: فلا يحيط علمنا بذاته سبحانه جل في علا، مهما وصل وبلغ العلم فإنه لا يحيط بذات الله جل في علا. ولا نعلم عن الله جل في علا من صفاته إلا ما أثبتها لنفسه، ولا نعلم الله من الصفات المنفية إلا ما نفاه الله عن نفسه وأثبته رسوله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في الأثار التي أتت بأن نتفكر في خلق الله، لا نتفكر في صفات الله جل في علا. وقد قلت بأن التفكر في صفات الخلق الله جل في علا لا يصل، حتى ذهننا لا يصل إليه. يعني الملائكة الذين يحملون العرش، هؤلاء عظيم خلقهم أعظم مما يكون، ما يستطيع المرء أن يتفكر أو يصل بذهني إلى مثل هؤلاء الذين يعني خلقهم الله جل في علاه. بل قل الكرسي والعرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، فكيف الكرسي؟ كيف تكيف الكرسي؟ كيف العرش؟
ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. إذا دع التفكر في الله جل في علاه، دع التفكر في صفات الله جل في علاه، فإن الله لا تصل إليه فكرة، ولكن تفكر في خلق في خلق الله جل في علاه، تفكر في عظيم خلق الله، تعلم بعظمة الله جل في علاه. قال: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. والمعنى أننا وإن كنا لا نحيط علما بذات الله جل في علاه، فإننا أيضا لا نحيط علما بصفات الله جل في علاه. إن كنا لا نحيط علما بذات الله جل في علاه، فإننا لا نحيط علما بصفات الله جل في علاه. ولذلك قال: كذاك لا ينفك عن صفاته. ولما يقول كذاك لا ينفك عن صفاته، المقصود هنا في كلامه كذاك لا ينفك عن صفاته، لو نظرنا ودققنا النظر في هذا الباب، فمعنى المعنى هنا الآن بأنه لا ينفك عن صفات أي صفات، وصفات الله في علاه كما بيناها أو بين التقسيم فيها. وإن قال القائلون بأن هذا التقسيم، من أين أتيتم بهذا التقسيم؟ التقسيم هذا جاء من باب الاستقراء، وهذا التقسيم عند العلماء المتقنين، هذا التقسيم ما هو تقسيم إلا للترتيب، ما هو تقسيم إلا للتسير حتى يقرب على المرء تدبره. فهنا صفات عندنا صفات كما قلنا، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات سلبية. السلبية ليست موجودة هنا، ليس الكلام هنا عن هذا الباب. قال: كذاك لا ينفك عن صفاته، يعني هذه صفات يسم بها، يوصف بها سبحانه جل في علاه، فلا مجال للكلام على الصفات السلبية هنا في هذا الباب. لكن الكلام كله على أقسام الصفات، الصفات التي ثبتت لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب أو السنة أو ب إجماع أهل السنة. ويمكن أن نقول ثبتت بالعقل أم لا؟ هل يمكن أن نقول أن الصفات هنا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وبالعقل؟ هل ممكن نقول ذلك أم لا؟ طيب، هو نعم مطلقا خطأ، لا مطلقا، مطلقا خطأ، والمسألة فيها التفصيل. ما رأيت؟ ها؟ تثبت في العقل ما أنت أطلقت هنا أيضا، حتى لو قلت بذلك أطلقت أيضا، ما هو بس أطلقت هنا، والإطلاق هنا فيه نظر، سنبين. هو الحق في هذا الباب أن نقول هي أصل إثبات الصفات بالكتاب والسنة، هذا هو أصل إثبات الصفات بالكتاب والسنة، والعقل لا مدخل له فيها إلا في الصفات التي العقل يوجب ذلك من باب القياس الأولى. فلابد أن نقول نعم مطلقا دخل في كل الصفات، وهذا ليس صحيح. لا مطلقا أيضا نفى ما يمكن إثباته. فإثبات القدرة، إثبات الإرادة، إثبات الرحمة، كل ذلك بالعقل، العقل يثبته. إثبات الكلام، إثبات الحب، إثبات البغض، إثبات الغضب، كل هذا العقل يثبته. يثبته ولا ما يثبته؟ يثبته، وصفاته يثبته العقل. وأما العين، عينان، يدان، رجل، قدم، ساق، أصابع، أنامل، العقل لا يمكن أن يثبته. العقل لا يمكن أن يثبت هذه الصفات بحال من الأحوال. العقل لا يمكن أن يثبت هذه الصفات، لأننا نعلم هي في الله ككمال، تنسب لله كمال ولا لا. فإذا قلنا بأنه الصفات تثبت عقل أخطأنا، إذا قلنا لا تثبت عقل أخطأنا. المسألة فيها تفصيل. الصفات الخبرية لا تثبت بالعقل، لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال. وأما الصفات الذاتية والصفات الفعلية تثبت عقل، نعم تثبت بالعقل، نعم تثبت. إذن أول شيء في قوله كذاك لا ينفك عن صفاته، نقول وصفات الله جل في علاه صفات المقصود بها هي القسم الأول، الصفات الثبوتية لا الصفات المنفية، الصفات الثبوتية لا الصفات المنفية. وهذه الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات نعم أثبتنا أخونا الفاضل صلى الله عليه وسلم، نثبت ما أثبته القرآن والسنة وما لم يدركه نثبته أيضا. أنا في هو يقصد ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يدرك العقل يصح إثباته، هذا هو. فكلام صحيح، بس هو المفروض كان يرتب الكلام. هو يقصد ما أثبته الشرع وإن لم يدركه العقل فلا بد من إثباته، وكلام صحيح جدا في هذا الباب من أهل السنة والجماعة. بوركت الغرض المقصود بأن الصفات الثبوتية فقط هي التي نقول فيها مدرك العقل، فمنها ما يثبت العقل مع كتاب والسنة، ومنها ما لا يثبت بالعقل الصفات الخبرية. الصفات الخبرية لا نعلم بأن الله جل في علاه قال حق، إذا أثبتنا قلنا الحق صفة من صفات الله في علاه، هذه من الصفات الخبرية. إذا قلنا بأن صفات الله من صفات الله في علاه العين،
عين له عينان صفات خبرية، الساق صفات خبرية، فهذه العقل لا مدخل فيها بحال من الأحوال، العقل لا مدخل فيها بحال من الأحوال. وإذن هنا في قوله كذاك لا ينفك عن صفاته يقصد بذلك صفات الذات، يبقى لا ينفك معنى، ما معنى لا ينفك؟ المعنى أنه لا يزال موصوفا بها ولم يزل، لا يزال ولم يزل، هذا معنى لا ينفك. كذاك لا ينفك عن صفاته، وهذه المقصود بها الصفات الذاتية، هذه المقصود بها الصفات الذاتية، صحيح ولا لا؟ الصفات الثبوتية الذاتية كإيش؟ كالحياة، كالقدرة، كالعزة، كالعظمة، كالكبرياء، كل هذه صفات لا تنفك عن الله في علاه، وهي أزلية أبدية. فهذا المقصود هنا، المقصود بها هنا بأنه الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله في علاه، قدرة الله، عزة الله، عظمة الله، حياء الله، كبرياء الله، الصفات الذاتية لا تنفك عن الله في علاه، لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال يتصف بها سبحانه جل في علاه، كالحياة، كالعلم، كالسمع، كالبصر. فهذه كلها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، فهي أزلية أبدية، لم يزل ولا يزال متصفا بها ربنا جل في علاه. سنبين، اصبر، لا تتعجل، سيأتيك ما تريد، سيأتيك، لا لسه. فإذا هذه الصفات الذاتية المقصود بها الصفات الذاتية التي يتصف الله بها، لم يزل ولا يزال يتصف بها سبحانه جل في علاه. أيضا الصفات الخبرية هي صفات ذاتية، أيضا الصفات الخبرية صفات ذاتية، لم يزل ولا يزال الله تعالى يتصف بها، فهذه التي هي الصفات الخبرية، وهي كالعين، كالساق، كاليد، كالأصابع، كالأنامل، كالحق، كالظل، عندما يقول بصفات الظل، لكن الظل نحن لا نثبته، نثبته وإن تزبزب الأمر عندي، لكن نثبته، لا أثبته في أصول السنة والجماعة في الألكائي، أثبته في السنة، أثبته وبعدها تكلمت على مسألة العرش، لأن في رواية جاءت فيها بأن الرحم تتعلق بالعرش، هذه دعت التأويل في هذا الباب، لكن نسبة الحق في هذا الباب وهذا الأصح. والكلام هنا الكبر الداء والعظم الإزاري لها معنى آخر في هذا الباب. نعم. فإذا نقول بأنها الصفات الخبرية بأسرها هي صفات العقل لا مدخل فيها، لكنها صفات أيضا ذاتية لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله. والصفات الفعلية، طب الصفات الفعلية هل هو يقصد بها هنا صفات الفعلية؟ قال كذاك لا ينفك عن صفاته، ماذا تفهمون من قولي عن صفاته؟ أصلا أنا الآن أشاوس الميدان في العقيدة، أعلم أن هناك في أشاوس، فماذا تفهمون من قوله لا ينفك عن صفاته؟ الصفات الذاتية فقط، الصفات ثابتة، صفات لا تفارق، جمع مضاف، ممتاز، صبري أتى بما نريد. قال لا تنفك عن صفاته، عن الصفات، عن الجمع المضاف، يبقى يعم. ومعنى ما معنى العموم؟ وجاد أعتقد أتى بها أيضا، وأكيد ما بقول لك أنا في ثلاثة هنا أعتقد هم اسكندراني، سلفي وجهاد وكل اسكندراني. الحق نقول نعم أيضا، ومجموعة السين أتت، سكينة قالت ممتازة يا سكينة، هذه إجابة سديدة. عامة في قولك ذاك لا ينفك عن صفاته، أن هذا الجمع المضاف يعم، ومعنى أنه يعم، إذن هو المقصود به الصفات الذاتية والصفات الفعلية، هذا المعنى. أقصد الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات السلبية قد انتفت السياق لا يأتي بها، لأنه لما قال لا تنفك الصفات المفية، الصفات السلبية تنفك عن الله، بل لا يتصف الله بها بحال، نحن ننفيها عن الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هشام. فهنا المعنى الصفات المنفية لا تدخل في الباب، فيكون الصفات الثبوتية، والصفات الثبوتية هنا تعم، يبقى معناها تعم، يبقى أيضا الصفات الذاتية والفعلية والخبرية. الصفات الذاتية قد انتهينا وبينا ذلك بأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، والصفات الخبرية نفس الأمر، الصفات الخبرية التي مسمى عندنا أجزاء وأبعاد، فإنها بالنسبة لله صفات ونعوت وصفات، فهذه أيضا ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه. الصفات الفعلية تدخل ولا ما تدخل؟ قلنا تدخل ولا تدخل، لأن أنا قلت صفة الغضب
صفة الغضب يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا. قال الله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما آسفونا إذا ما كان قبل ذلك غاضبا عليهم فلما آسفونا. وأيضا قال ابن مسعود قال إن الله يغضب اليوم غضب لم يغضب قبل لم يغضب قبله بعد قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة أنه يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذا الحب كان لهذه الصفة لا في غير. وممكن نقول صفة أخرى يحبه الله جل وعلا تستلزم المحبة، لكن الله جل وعلا لا يحب الكفرة ولا الفجرة ولا المشركين، صحيح ولا لا؟ فيتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا. فهل نقول هنا الآن المقصود أيضا في كلام المصنف يدخل فيها تحتها كذاك لا ينفك عن صفاته يقصد بذلك الصفات الفعلية؟ طيب يعني أنا في مثل هذه الأحوال لا أسكت، أسأل عن الظروف وأسأل عن الأحوال وأسأل لما تغيبتي، لكن لا أحرج لأن سابق العهد بأن مثلك لا يتقاعس، فالسكوت عن ذلك أولى. طيب كان الله في عونك وكتب الله لك الأجر كاملا غير منقوص. يقول لأنها قديمة النوع حدث الأفراد، إيش هذا؟ هل أجاب قبل ذلك؟ أنت أجبت صلاة أنفك، وهذا صحيح. وأنا نقول أصالة لابد أن نتكلم أن نقول هي أصلا كجنس لا تنفك، هذه الصفات كجنس لا تنفك، جنس الصفات لا تنفك، جنس المغفرة، جنس المحبة، جنس الغضب، جنس الكلام، جنس النزول، كله لا ينفك. هذا لأننا لا يمكن أن نقول بأنه نزل فاتصف بنزول قبله وقبل ذلك ما كان لم يتصف بنزول، لا، هذا خطأ، هذا كأنه إيش وفي جبارك كأنه اكتسب صفة بعد ما لم يتصف فيها، وهذا معناه أنه اكتسب كمالا. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان، لله الكمال المطلق المطلق والعظمة المطلقة سبحانه جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت جدا يا أستاذة، وتأخيرك هذا ضيع عليك أمورا ما أدري هل ستستطيعين استدراكها أم لا، هذا أمر الله أعلم يعني، ولا سيما وأنك قلنا لك الحرص من البداية مهم جدا عشان ما تقول إن في أشياء صعبة. هذه مسائل الاعتقاد بالذات لا أحب فيها التقاعس في حال الأحوال أبدا. أنا قلت بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فالصفات الفعلية كما قلنا بأن هذه الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا في قول كذاك لا ينفك عن صفاته، صفات الذات والصفات الخبرية والصفات الفعلية، جنس الصفات الفعلية، جنس الصفات الفعلية. قال المصنف رحمه الله تعالى فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي. فكل ما جاء ما قد جاء في الدليل، فكل ما قد جاء في الدليل قال فثابت من غير ما تمثيل، قال فثابت يبقى المعنى هنا فكل ما قد جاء في الدليل فثابت. فما الدليل؟ قلنا الكلام على صفات الله جل وعلا، والكلام على صفات الله والكلام على ذات الله والكلام على اسماء الله جل وعلا لا مدخل ابدا للعقل في هذا الباب، المساله توقيفيه. فالدليل المقصود به هنا على الخاص في الكتاب والسنه فقط، الكتاب والسنة أو ما جاء على إجماع أهل السنة والجماعة. لكن الحق أننا نقول لابد أن نفهم أمرا مهما، لأنه قد يوصف الله تعالى بالخبر، كان يخبر عن الله جل وعلا، وإلا كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما يطوف بالصفا والمروة كان يسرع ويهلول ويقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فهذا إخبار عن الله جل وعلا، ولا يقال بأن هذا اشتقاق أبدا بحال من الأحوال. وكسلفي كتب كلاما مهما جدا في هذا الباب بأنه كتاب وسنة وإيش وفهم بفهم، وهذا حق، هذا حق، ولو تقاصرت كلماتنا عنها لكننا نقول بها دائما نقول بها وأبدا في هذا الباب. فنقول صفات الله توقيفية، اسم الله توقيفية، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فعلى، لا يمكن لأحد أن يصل إليها إلا بالتوقيف، لا يمكن أن يصل إليها إلا بالتوقيف. وقال الله جل في علاه ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء في في في, في أسمائه.
الغرض المقصود هنا نقول إثبات الأسماء الذات، إثبات الأسماء، إثبات الصفات بالكتاب، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وقد نقول بأن بعض الصفات التي تكون فيها الإجماع السكوتي يحتج به هنا، الإجماع السكوتي في هذا الباب لما؟ لما مع أن أصوليا الإجماع السكوتي فيه ضعف؟ في باب الصفات ممكن أن نقول بأن في باب الصفات يكون فيه الإجماع، بهذا الإجماع السكوتي ممكن نقول حجة في هذا الباب. لا ليس من أسماء يا سيد كما سيأتي، اصبر بس علينا. ممتاز يا نعيم، باب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الخبر أوسع منهما، ما حدش أتى بها. صبري إيش قال؟ ممتاز، صبري بيبدأ الآن. سعيد ما رأيت أنا لنا في الاعتقاد في الأذن فيه يسكننا، ممتاز نفس الإجابة، بس هو طبعا صرح بها أكثر من تصريحك، لكن هو الحق الإجابة واحدة. الإسكندرية الله تعالى يعني بيعطيه الحق، بأن هذا غيب، هذا غيب كما قلنا، الكلام على صفات الله فلا غيب. فلو تكلم بصفة من الصفات أو تكلم بها صاحب من الصحابة الكرام وجدنا أن الجميع سكتوا عنه، فهذا إجماع سكوتي نجعله كأنه في الإجماع، إجماع في مرحلة في مرتبة الإجماع الأصيل في هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا غيب، لأن هذا من باب الغيب، فيكون هنا إثبات الصفات بالدليل كقول الله جل في علاه تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا كقول الله جل, جل, جل في علاه الرحمن على العرش استوى، فتجري بأعيننا أثبت العين. قال الله جل لما خلقت بيدي، قال الله جل في علاه مما عملت أيدينا، قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، قال الله جل منكرا على اليهود لعنة الله عليهم عندما قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيضا في قول الله جل يوم ينفق قال الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وقلنا عن ساق ليست مضافة إضافة مباشرة لله جل في علاه، لكن الحديث أثبتها بأن الله جل عندما يأتيهم في سورة لا يعرفونها ويقولون نعوذ بالله منك، فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. فتكون الآية هنا بضمينة الحديث أنها من آيات الصفات، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وأيضا في قول الله جل في علاه فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا فذكر صفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذكر صفات الله في علاه عندما يقول أعوذ بكلمات الله التمات، أضاف الكلمات لله جل في علاه، أضاف الصفة للموصوف. وأيضا بقوله في قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، قال حجابه النور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحاته، هذا الذي أريده سبحات وجهه، فأضاف الوجه لله في علاه صفة للموصوف. فما انتهى إليه بصره أضاف البصر لله جل في علاه، وقال أربعوا على أنفسكم إنكم تدعون لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا بصيرا، وفي رواية قال قريبا إن الذي تدعون أقرب من أحدكم من عنق راحلته، وقال إن الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرحي برجل إلى آخر حديث، قال لله أفرح بتوبة العبد، فأثبت الفرح لله جل في علاه. وقال الله جل في علاه يضحك الله لرجلين، ولما سأله أبو رزين أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، فقال له إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. فهذه مسألة يعني فيها كما نقول الإثبات للصفات بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فأجمع أهل السنة على استواء الله على العرش، أجمعوا على ذلك، وأجمع أهل السنة على كلام الله جل في علاه، وكل ذلك ثابت كما بينت أنا في كثير من الشروحات قبل ذلك، وأجمعوا على نزول الله جل في علاه، أجمع أهل السنة وأجمع على نزول الله جل في علاه بقوله السلام ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فأجمع الصحابة على نزول الله جل في علاه. فهذه هي الطريقة التي يثبت بها الصفات. لذلك قال فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير تمثيل، من غير ما تمثيلي، قال من غير ما تمثيلي، فثابت لأنه جاء بالدليل، وهذا يمنع الاشتقاق، فلا يجوز الاشتقاق لا في الأسماء ولا يجوز الاشتقاق في الصفات. الأخبار أوسع، ولذلك العلاقة بين الثلاثة الأخبار أوسع، الصفات أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن الأسماء الاسم يتضمن صفة مع الصفات، وباب الأخبار أوسع
من باب الصفات، فإذا يكون أوسع من باب الأسماء. لذلك يمكن لك أن تخبر عن الله جل في علاه بيس، تخبر عنه والإخبار عنه، يعني كما قال علماؤنا وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإخبار عن الله جل في علاه الأهم، ألا ينزل لدرجة النقص، وقد يتوسل به إن كان فيه الحسن، قد يتوسل به إن كان فيه الحسن، لا إن دل على فعل من الأفعال، كتوسل أحمد لله بقوله يا غياث المستغيثين، هذا التوسل الذي ثبت عنه أنه قال يا غياث، ويتوسل بفعل الله جل في علاه بأن الله يغيث من استغاث به سبحانه جل في علاه، فهو يتوسل بفعل الله جل في علاه، وهذا إخبار عن الله وليس تسمية له، وليس تسمية له. وفي قول الشافعي الجاعل هذه أيضا إخبار عن الله، وهذا الأصح في قول ابن مسعود رب اغفر وارحم تجاوز عمتنا فإنك أنت العز والأكرم، أن هذا من باب الإخبار، ولو كان من باب التسمية لا يمكن لابن مسعود أن يأتي بالاسم إلا عن طريق إيش؟ إلا عن طريق الخبر، فيكون هذا بإجماع الصحابة سمعوه على ذلك وسكتوا عنه، فهذا إجماع سكوتي، فإذا فهي صفة من صفات الله جل في علاه واسم من أسماء الله جل في علاه. قال من غير تمثيلي، طبعاً لما قال من غير تمثيلي بورك بأن يقول بذلك، بورك بأن يقول بذلك، لما بورك، لما يرد على البدعة؟ لا هذا جيد، لكن لأن سوق استلزم تمثيل. طيب ممتاز، هو طبعا بورك في أمرين، الأمر الأول هو أنه أتى بلفظ القرآن، يحاكي القرآن هنا اقتباس من غير ما تمثيلي، ما قال تشبيه، وإن كان الجميع يقولون بلا تشبيه صحيح ولا لا، فهو هو الآن على الاقتباس أتى بلفظ القرآن، وهذا الأول، هذا الأمثل، بورك أن فعل ذلك، وهذا الأمثل. والأمر الثاني بأنه لما قال من غير ما تمثيل، لما قال بالإثبات، فالإثبات عند أهل البدع قد يتوهم صاحبه إيش التمثيل فنفاه، قد يتوهم صاحبه التمثيل، لذلك فقد نفاه، قال من غير تمثيل، وهذا يعني عدم المثل يدل عليه الأثر والنظر والأدلة الخبرية والعقلية. وأما الأدلة الخبرية فقد قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وقال الله جل وعلا هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، لا نعلم له سمية. وأيضا في قول الله في علاه فلا تدعوا لله أندادا، وقول الله في علاه فلا تضربوا لله الأمثال، وأصل ذلك في قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وأما دل العقلية فالعقل أيضا يقول بعدم المثلية، لما؟ لأننا في كل كمال، في كل كمال يتصف به المرء فالله أولى به، فمن خلقه يكون أولى بهذا الكمال. فالحق أيضا التمثيل منتفي أثرا ونظرا، التمثيل منتفي أثرا ونظرا، ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتون الصفة بلا تشبيه وبلا تمثيل، يقولون لله عين، لله ساق، لله قدم، لله أصابع، لله أنابل، الله يحب، الله يفرح، الله يضحك، ليس كفرح العبد، ليس كغضب العبد. ولذلك علماءنا يقولون من قال بالتمثيل فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. والدلالة على ذلك دلالات من النظر ومن الواقع، كما قلنا بأنه قد يستوي الاسم ولا يستلزم التشبيه والتمثيل في المسمى، لأن لله يد، وللمخلوق يد، وللجن يد صحيح، وللأرنب يد، وللخيل يد، وهذه اليد تختلف عن هذه اليد، كل يد تختلف عن اليد الأخرى، فيها دلالة عدم المماثلة. فإذا هنا لنا أن نقول بأن ما أثبت الله لنفسه جل في علاه لا يصل إليه أو لا تصل إليه فكرة بحال من الأحوال، ولا مثل له، ولا عدل له، ولا ند له، ولا سمية له سبحانه جل في علاه. وقد قرر ذلك في كتابه أيما تقرير، عندما أفرد سورة كاملة تثبت ذلك بنفي كل المثلية، عندما قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد
أحد في أفعاله سبحانه وجل في علاه. فلذلك قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه سبحانه وجل جل في علاه. لذلك قد أنكر الله أيما إنكار على من اتخذوا أندادا من دون الله، قال الله جل وعلا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا العجيب أن هذه الآية هم لم يتخذونهم أندادا، لم يتخذوهم أندادا في الصفات أو في الربوبية أبدا، فقط بصرف المحبة لهم فقط، وهم عصارة ما قالوا بأنهم 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 كفء لله فعلها أبدا. وحتى أكثر أهل الأرض من كفار مكة ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا يمكن أن تراهم يعتقدون المساواة بحال من الأحوال. قال من غير ما تمثيل. فلذلك نقول بأن أهل السنة والجماعة ينفون تمثيل عن الله جل في علاه وعن التشبيه عن الله جل في علاه. ولأننا نقول من جهة العقل نفي التمثيل أنك لا يمكن أن تمثل إلا إذا رأيت أو إلا إذا أخبرك من رأى، صحيح ولا لا؟ فلا أحد رأى ولا أحد أخبرك ممن يوحى إليه ولا أنت رأيت، فكيف تمثل وكيف تشبه؟ هذا منك كما قلنا إدخال عقل مع نص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولا بد أن نقف لا سيما في أبواب الاعتقاد والنظر في باب الاعتقاد في الله جل وعلا، نقف عند النص لا نعدوه، وإلا من تعدى وتجاوز النصوص فقد ظلم وبغى وطغى، وإنه من أهل الهوى، وإنه إلى الردى لا محالة، إنه إلى الردى لا محالة، نعوذ بالله من الخزلان. ولا يقال، وهذا جهل مركب، أن يقال بأن مسائل الاعتقاد هذه بأن الناس يؤولون صفات الله جل في علاه ويتكلمون عنها بالتحريف، ويقال بأن هذا خلاف فقهي، هذا جهل أيضا كبير جدا أن يقال بأن هذا خلاف فقهي، هذا تعدي على نصوص الله جل في علاه، على نصوص التي جاءت وحيا. وهم يقولون ليس تعديا، لكن يقولون هذا فهم النص، فهم النص، وله ما له من المجالات عشان المسوغ في اللغة. وهذا نقول لهم الآن تعالوا الفاصل بيننا وبينكم من نزل القرآن بلغتين، لأن عثمان بن عفان لما جمع القرآن جعل أي اختلاف يرجع فيه إلى إيش؟ إلى أهل قريش. تعال ننزل ننظر إلى هؤلاء ماذا فعلوا، فهموا الرحمن عشان استولى ما فهموه، هل أولوا بما أولتم؟ لا. طيب علموا بأن الله تعالى يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هل أولوا بما أولتم؟ لا. هل أولوا فلما أسفونا انتقمنا منه، هل أولوا بما أولتم؟ لا. إذن هم سليقة، وهم العلماء، وهم الذين أنزل الله القرآن عليهم، وهم الذين قادوا الدنيا بأسرها، فلا يمكن أن نعدوهم بحال من الأحوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيتها الأخت الفاضلة، رفع الله مقامك وسع عليك أمرك، نسأل الله أن يتم عليك الشفاء، ونسأل الله أن نراك دائما في مجالس العلم حريص عليها كما أنت حريص الآن، ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. إذن هذه الأبيات أبيات أثبتت صفات الله جل في علاه، وأيضا أنها لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، وأنها إذا ثبتت تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وأنها لا تنفك عن الله جل في علاه. نكتفي بهذا اليوم في هذين البيتين. نعم، احنا قلنا هنا يكون حجة في هذا لأنه باب غيب، وباب الغيب لا مدخل الكلام فيه ولا الاجتهاد فيه، باب الغيب لا مدخل للاجتهاد فيه، فنعرف بذلك بأنه لا يكون إلا عن طريق النص، لا يكون ذلك إلا عن طريق النص. بالنسبة لمسألة خلق الله آدم على صورته، المسألة برمتها في الخلاف بين السلف ليست في التأصيل، الخلاف في التطبيق، كما قعدت لكم قبل ذلك القواعد المهمة جدا في أبواب الاعتقاد بأنها للتأصيل لا للتطبيق. فإن سأل سائل وقال ما معنى في التأصيل لا للتطبيق، إذا سأل سائل فكيف نجيب يا شطار الإجابة عندكم؟ قلت في مسألة خلق الله آدم على صورته، الخلاف الذي وقع بين السلف هذا الخلاف في التطبيق لا في التأصيل، على ما قعدت لكم قبل ذلك. كيف ذلك يا شطار؟ لا، سلف هنا أتى بالإجابة برمتها وانتهى، قفز أنهى المسألة وأجاز وانتهى. طيب أنا أقول الخلاف الذي وقع بين علماء السلف في مسألة خلق آدم على صورته كان في التطبيق لا في التأصيل، لأنهم الجميع يتفقون على أن كل معنى أضيف إلى الله جل في علاه فإضافته إضافة صفة للموصوف، إضافته إضافة صفة للموصوف. فالخلاف الذي وقع خلق آدم على صورته، هل الله له صورة أم لا؟ طيب، وخلق آدم على صورته أم لا؟ هذه مسألتان. المسألة الأولى
جميع السلف يثبتون الصورة لله، جميع السلف يثبتون الصورة لله، وهي ثابتة ثابتة، بل تتنوع وتختلف إن صح التعبير، وأعوذ بالله أن أكون قد أخطأت في التعبير، لكن أقصد قد يأتي الله بصورة ويأتي بصورة أخرى. إثبات الصورة لله فعلا جاء النص الصريح بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، قال فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، يبقى يأتي على الصورة ما يأتيش على الصورة. في حديث الترمذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني ربي، أو قال رأيت ربي في أحسن صورة، في المنام يعني، رأيت ربي في أحسن صورة، فأثبت الصورة لله. إذن هي صفة؟ نعم صفة لله. فيتحول دي في الشفاعة، في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة، أي سجود في حديث الشفاعة لما يأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها، فيقولون فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لست بربنا، هذا حديث الشفاعة الطويل، فيقول بينكم أنه علامة، فيقول نعم، فيتحول إلى الصورة التي يعرفونها، هو حديث الشفاعة الطويل، فيخرون سجدا، فيتحول إلى الصورة. فهذا تصريحه الآن. فإثبات الصورة عند السلف أثبات الصورة لله جل في علاه. الخلاف هنا في مسألة إثبات على صورته خلق آدم على، يبقى إذن الصورة الجميع اتفق ولا ما اتفق؟ اتفق. يبقى الخلاف بينهم خلاف تطبيق ولا تأصيل؟ تطبيق. الخلاف بينهم تطبيق لا تأصيل. الخلاف والاختلاف بينهم على التطبيق لا على التأصيل. والمعنى هنا أنهم قالوا هل آدم على صورة الرحمن أم لا؟ هل آدم على صورة الرحمن؟ من قال بضعف الحديث انتهى أمره وأراح واستراح، لكن ماذا سيفعل؟ الحديث جاء خلق آدم على صورته فين؟ ده في الصحيحين، هو طبعا ده في حديث خلق آدم، خلق الله آدم على صورة الرحمن، عشان المسألة، لأن المسألة في اللغة فيها أخذ وعطاء، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يبقى هنا هنا التطبيق ممتاز، هنا اختلاف التطبيق. قالوا خلق الله آدم على صورته، أثبتوا الصورة، ثم قالوا على صورته، الضمير يعود إلى إيش؟ فالصحيح هنا يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ما أقرب مذكور؟ آدم أو الله، ما المذكور أقرب مذكور؟ هو آدم. فيبقى إذن خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم التي وصفت لكم طوله 60 ذراعا وشعره كالشجرة السحوق، فيبقى هنا معناه، ولأنه في بعض الروايات قال فيها خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فقالوا السياق مفسر والضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهذا كلام من جهة النظر واللغة أقوى ما يكون، أقوى ما يكون صحيح، لكننا ندين الله بصحة حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن. فإذا قال خلق الله آدم على صورة الرحمن إذن وجب علينا التوجيه هنا الآن، مفهوم؟ فنقول إذن الحق بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني آدم على صورة الرحمن يعني إيش؟ يعني إيش خلق آدم على صورة الرحمن؟ هذه من الأهمية بمكان صراحة، وهي خلق الله آدم على صورته في إيش؟ في القدر المشترك، في القدر المشترك. والمعنى له يدان صحيح؟ له عينان، له وجه، له ساق، له قدم، له أصابع، له أنامل، بالضبط. والاشتراك في الاسم لا يستلزم اشتراك التساوي في المسمى، الاشتراك في الاسم أو التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، وانتهى الموضوع. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سماه سميعا بصيرا، وقال عن نفسي إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى المعنى هنا في القدر المشترك، له وجه، له يدان، له عينان، له ساق، نعم نثبت ذلك لله جل في علاه كما أثبتناها لآدم. فإذا نقول والتساوي في الاسم لا يستلزم بحال من الأحوال التساوي في المسمى، هذا ما يكون من الإجابة عن هذا السؤال المهم جدا. أسأل الله أن أكون قد قربته تقريبا صحيحا للإخوة والأخوات. ما رأي حضرتك في القواعد التي وضعها الشيخ فلان في كتبه في الأسماء؟ يعني أنا سأقول شيئا، كل معاصر ظل لرأس وقد يصيب ويخطئ، كل معاصر ظل لرأس وقد يصيب ويخطئ، هذا إجابة إجمالية عقابا لك لأنك سميت، لأني ما أريد التسمية بحمل الأحوال، وقلت أنا لا يشغلني الأسماء، تشغلني القضية العلمية ولا يشغلني الأسماء، ومع ذلك أجبتك لكن عن طريق الإجمال. ويخطئ عليه الكلام، نعم يؤخذ من كلام ابن تيمية ويخطئ عليه في بعض الأمور، لكن كل الكلام أقول
بالضبط. شوف بالضبط، انا قلت ظل راسي، انا اشرت الى ذلك، بالضبط بالضبط كما فعل شارح الطحاوي. مفهوم؟ نفس الامر. يعني لازم ايش بفعل، ايش فعل كل كلام ابن القيم وكل كلام ابن تيميه في 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 في, في كتاب الطحاوي، لكن لم يعزل. لم يعزل ليش؟ لان هم كانوا ها ليس الكل بتصرف بس فقط. عمدا قد قلت الاجابه، فالاجابه اكيد مفهومه الان. يقول ليس كم ليس كمثله شيء تنفي على صوره ادم، اليس كذلك؟ لا ليس كذلك، قد اثبتناها يا حبيب. خلق ادم على صورته، لكن كما قلنا ما معنى خلق ادم على صورته؟ القدر المشترك، وجه وجه، يد يد، لكن ليس كمثله شيء. نعم، امين، حفظكم ربي.